السلام عليكم متابعينا. اليوم إن شاء الله زيارتنا إلى مرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، على بعد 30 كيلومترا باتجاه الشرق من العاصمة بغداد. تقع منطقة المدائن التي تضم بين ثناياها مرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، ذلك الشخص الذي عجزت عن وصفه الكلمات فلخصها رسول الإنسانية جمعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: سلمان منا أهل البيت. ومنها تظهر عظمة هذا الرجل الذي أكرمه الله، الذي كرمه الله تعالى حتى في وفاته، حيث جاء أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من المدينة إلى المدائن بمعجزة إلهية، فغسله وكفنه ووسده في مثواه الأخير وصلى على جثمانه. ولأهمية مزاره الشريف في قلوب المسلمين، توجه وفد من الشباب والطلبة من ناحية كنعان إلى المدائن لزيارة هذا المزار الذي يضم أيضا مرقد الصحابي عبد الله بن جابر الأنصاري وحذيفة بن اليمان حامل سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين، وعلي الطاهر ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام، حيث نقلت جثامينهم إلى مزاره الشريف عام 1931 بعد تعرضها للفيضان بأمر من المرجع الديني آنذاك السيد أبو الحسن الأصفهاني طيب الله ثراه، عندما أصاب نهر دجلة ذلك الفيضان الكبير. ويعود تاريخ المزار الذي شيد بتصاميم مغربية توحي إلى العمارة العثمانية أو العباسية، مزدانة بنقوش مغربية إلى فترات متأخرة، كما ويعود تاريخ تشييد قباب عبد الله بن جابر وحذيفة بن اليمان وعلي الطاهر رضوان الله عليهم، وقبة مسجد الإمام الحسن العسكري الذي هو أيضا ضمن مزار سلمان المحمدي إلى عام 1997 ميلادية. أما قبة سلمان فهي بقطر 8 متر وبارتفاع 17 متر، أما المنارتان فهما بارتفاع 23 متر وقطر مترين، وقد تعرضتا إلى رميهما بالقذائف مع قبة سلمان من قبل الجماعات الإرهابية. وبعد أن تمكنت القوات الأمنية من تأمين المنطقة من خطر الجماعات الإرهابية وبالتنسيق مع عمليات بغداد والرصافة، باشرت الأمانة الخاصة بمشروع تطوير مزار سلمان المحمدي على مرحلتين: الأولى إعداد التصاميم وبناء سور المزار والإيوانات ومضيف المزار والمنشآت الصحية، وقد حالت قلة التخصيصات المالية والظرف الأمني دون المباشرة بالتصميم والبناء معا، فكان المقترح إزالة الإيوانات القديمة التي كانت آيلة للسقوط والمنشآت الصحية القديمة بإعادة بناء المزار الشريف وفق تصاميم حديثة ودمج الإيوانات والمنشآت والمضيف ضمن هذا التصميم الجديد بتصاميم هندسية حديثة ترتقي لمصافي العتبة الكاظمية المقدسة وغيرها من العتبات. إن مساحة المزار التي أنشئ عليها الإعمار الجديد أكثر من 10,000 متر مربع على شكل شبه مستطيل بعرض 88 متر وطول 125 متر لأربعة أبواب فرعية وثلاث أبواب رئيسية، الأولى من جهة بغداد وستسمى باب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وباب باسم فاطمة الزهراء عليها السلام باتجاه نهر دجلة، وباب الإمام علي عليه السلام باتجاه النجف الأشرف. ومن المؤمل بعد الانتهاء من إعمار المزار تصنيع ضريح من الذهب
لقبر الصحابي سلمان المحمدي رضوان الله عليه وتغيير أضرحة الصحابة الباقين، وكانت هنالك مخاوف على المزار من التعرض له بالهجوم والتفجير، حيث تعرض لأكثر من مرة لهجوم بقذائف هاون سقطت على المنارة وقبة سلمان رضوان الله عليه، وتمت الموافقة على حيازة بعض العقارات التابعة لبلدية المدائن. إن المزار الشريف مر بعمارتين، الأولى في العهد العثماني ببناء بسيط، والبناء الثاني في عام 1997، ثم العمارة الثالثة التي نحن نتحدث عنها، حيث تبلغ مساحة الحصن السليماني الشريف بعرض 70 متر في 100 متر، يتخلله مساحة المرقد ب 46 متر في 60 متر. ونحن نتشرف بمتابعتكم لقناتنا، ولدينا العديد من الفيديوهات المنوعة التي نعتقد بأن محتواها مفيد. تابعونا على اليوتيوب، ويا ريت أن تلاحظوا بقية المقاطع وتكتبوا بملاحظاتكم عليها، فنحن نهتم بذلك كثيرا مع وافر تقديري وخالص احترامي لجميع متابعينا.